لو الحكاية فيها إن فيتو ذاتك شايف ازاي فندم قرب احتفال عيد الميلاد مع المنذ نوى الشيء؟ انا شايف دي يعني صدفه كبيره جدا واتمنى المصريين المسلمين يحتفلوا بقرب نوى الشيء في الاصوات المسلمين معاهم بيحتفلوا بعيد الميلاد حاجه جميله جدا ومنذتين يخلي الشعب المصري كله يلتف يعني مع مجموعه جميله هل كنت متوقع اي عمل النهارده؟ هل كنت متوقع اي عمل النهارده؟ ان شاء الله ما يكونش في حاجه ان شاء الله.